وما الفرق بين السنن الراتبة والسنن المؤكدة وما هي؟ يطلق على السنن التابعة للفرائض اسم السنن الراتبة، وهذه السنن الراتبة منها مؤكدة أي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وغير مؤكدة أي لم يحافظ عليها. فالمؤكد من الرواتب هو سنة الفجر، وقيل إنها واجبة، وركعتان قبل الظهر وقيل أربع، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. وغير المؤكد من الرواتب هو ركعتان أيضا قبل الظهر، وركعتان أيضا بعد الظهر، وأربع ركعات قبل العصر، وركعتان قبل المغرب، وركعتان قبل العشاء. والسنن المؤكدة قد تكون من الرواتب التابعة للفرائض، وقد تكون من غيرها، ومنها صلاة الضحى وصلاة الوتر على رأي الجمهور، وقيل إن الوتر واجب، وصلاة التراويح في رمضان، وصلاة الكسوف للشمس والكسوف للقمر. والله أعلم.